السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غندير لكم واحد الأكلة جد صحية وجميلة. عندنا نص كيلو ديال الكبدة، عندنا البصلة مطيشة، هنا عندنا جوج بصلات، وهنا عندنا واحد جوج مطيشات، كذلك عندنا المعدنوس والثومة، عندنا الملح، عندنا الإبزار، وعندنا بابريكا تحميرة، والكمون، وبطبيعة الحال زيت العود. يلا ندوزو طريقة التحضير. بسم الله، دابا غنبداو الطريقة ديال التحضير. غنديرو شوية ديال الزيت ونرميو الكبدة ديالنا. ندير شوية ديال الإبزار، عندنا الكمون، تحميرة، بابريكا، وعندنا الملح، غنبقاو هاكا حتى تقلى لنا الكبدة ديالنا. غنقليوها مزيان، دابا الكبدة ديالنا تقلات، غنحيدوها. دابا هاد الزيت اللي قلينا فيها الكبدة غادي نديرو البصيلة ديالنا. نديرو شوية ديال الإبزار، وشوية ديال التحميرة، والملحة، ونخليو البصلة ديالنا حتى تهبط تقلى مزيان، ونرجعو ليكم. من بعد ما هبطت البصلة وكي كتشوفوا تحمرت شوية، غنزيدو مطيشة اللي قطعنا طريفات صغيرين مربعات، وغنديرو شوية ديال الثومة مشكوكة، ونزيدو شوية ديال الملح، ونحركو مزيان، ونخليها تطيب مع البصلة حتى تتقلى مزيان، ونرجعو ليكم. دابا طابت لينا مطيشة والبصلة، غنزيدو عليها هاديك الكبدة، اللي فيها كتشوفوا ديك المريحة ديالها اللي هودات، ونبداو نحركوه مزيان، نقلبو فيها مزيان ونحركوه، ونبقاو على هاد الطريقة كنحركو حتى تقلى مزيان ما يبقاش فيها الماء. كنتمنى تعجبكم ريحتها كتشهي. غتبقى تقلى هكا حتى ما يبقاش فيها الماء باش تجي بنينة، ونرجعوا لكم في طبق التقديم ان شاء الله. اذا حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال البصله وبالكبده، كيجي رائع، والرائحه ديالو حتى هي بنينه رائعه بزاف، والمذاق لا يقاوم. كنرافقوه مع بحال هكا سلطه وزيتون في المائده ديال الغداء ولا العشاء، كيجي رائع وخفيف. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لينا لايك وتشتركوا في القناه الى ما مشتركيش،
وتخليو لنا تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناة. كنبغيوكم بزاف. الى الفيديو المجيء ان شاء الله.